المرأة الشيك يا بي في سوسة ريشيرشي هي سبب المرض متاعي. سحرتني ومتعبتني على خاطري عندها شكون في الحاكم. ولا ما عنديش حتى حد، عندي كان ربي سبحانه. كنت عندي مستقبل ما شاء الله، نخدم ونصور بالفلوس وعندي القبور وعندي كل شيء. من اللي دخلت عليه هي حطمت. أنا واحد من الناس تعب مريض وعندي شيء تعاق ونعدي براجي ونعط من سبيبة القصرية، من سبيبة ولاية القصرية لتونس نعدي هنا براجي، وما عنديش حتى مولد رزق. وتونس هذه راي في نار عليها، راي ثم ربي هو اللي يحكم في الدنيا الكل، لا قيس سعيد لا حال النهضة لا حال شيء، ثم ربي يقبل كل شيء. معناه يا ناس يقول ثم ربي، معناه أردت أقول لي خير لكم. أنا ماشيك لي نصكم في الريف وعندي ما عنديش حتى مولد رزق، والحمد لله رب العالمين. شفت في ربي مش نشكي لك خاطر عندي ظروفي مادية، وما نحكي لك تونسي مش نلاقي حريتي هنا في الدنيا هذي. كل شيء من 2010 وانا مرأة شيك يا بي في سوسة ريشيرشي هي سبب المرض متاعي. هي عرفتك؟ لا، مرأة سحرتني، عطتني صحن ماكلة سحور، سحرتني ولا العظيم صدق وانو ربي يعلم. في سوسة في البلاد العربي هاني نعاني عليها تو، الحمد لله رب العالمين. شيت في ربي وقاو سحرتني ومتعبتني على خاطري عندها شكون في الحاكم. ولا ما عنديش حتى حد، عندي كان ربي سبحانه. مطور الشرشية في زوج قضايا ما نعرفهمش شنو هي، قدم من 2010 حتى شجع. استنى، المرأة هذه منين تعرفك باش تسحرك؟ وعلاش تسحر فيك؟ وعلاش تشكي بيك؟ فسر لي بشكل. تحب تدمر لي حياتي. منين تعرف؟ تعرفني على خاطر انا نصاب ننصب بحذاها، وهي عندها حانوت في البلاد العربي في سوسة. كل صدق من البلاد من القروية حبت. كنت عندي مستقبل ما شاء الله، نخدم ونصور بالفلوس وعندي القبور وعندي كل شيء. من اللي دخلت عليه هي حطمتني تحت. يعني انت كنت على علاقة عاطفية معها؟ لا، علاقة من بعد البعد، معناها صح صح. يعني كنتوا معناتها جوست في نفس السوق تخدموا؟ في نفس السوق نخدموا. يا اخي هي قلت سحرتك؟ سحرتني وشبعتني حبس، ولكن نشكي بها وعلاش الحبس؟ يهزني انا الحبس وهي سيب. استنيني بين قضايا عديتك الحبس. تكسير محل. وانت كسرت لها المحل؟ كسرت لها المحل بعد ما فديت. كسرت لها المحل. بعد ما كليت وفديت وما جاش بعت على الكسر طلع الحاروط بتاعي، وما خلينا من المرأة هذيك وجدت تحياتي على الرس. وما تو نحب نشوف حل روحي وحل مع ربي سبحانه وتعالى، هو الكل. لا اله الا الله محمد رسول الله. معناها ريتني هنا تو قابلكم، وما نعرفش كيف قابلكم. قدر الله وما ريتها موضع قلبي معبي، وريت تونس هذه حتى مقيس سعيد راهو ما عمل فيها شيء. راهو زد دخلني في حيط حتى على الفيسبوك، عم هبط على الفيسبوك نحوني من خريطة الجمر. وغني انسان يعلم بيا رب، فهمتيني؟ انسان يعلم بيا ربي ومتحط من جميع النوع، لا خدمة لا قدمة لا شهرية، عندي شيء اتعاق. ما عادش نخدم بسوق، عندي 10 سنين من 2010 مشي نخدم. راقد المرأة تاخذ 180,000 مخلتها لها أم الله يرحمها. الشيخ أخ مرتي نصفوا فيها مع بعض، ناكلوا بها في شوي كفتة شوي دجاجة شوي كذا. وأنا وعندي ولد حليل يرحم والدي حتى تو يعاون فيا. كل مرة يتفكرني يمد لي 30,000 40,000 مصروف هناك قهوتي مصروف. ولابس وكذا ويرحم والديه مفكرني، واما الباقي الكل حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اخر كلمه لقيس سعيد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لكن ما تعملش لنا حل لك المرضى بالعاقات.
مو المريض بالإعاقة عمل لي شاري، عمل لي خدمة، عمل لي حل، وشرع ربي يستر كنتني والخير، شرع ربي يستر.